تضاريس ولا عوائق جغرافية تستطيع إيقافها. وحش روسي مجنزر بوسعها سحق فيلق بأكمله من الدبابات والمدرعات، يلقبها حلف الناتو باسم الأقحوان، وأخطر ما فيها قدرتها على ضرب أهداف خارج نطاق الرؤية. مركبة المهام الصعبة وقاتلة الدبابات التي لا يمكن تدميرها. في هذه الحلقة من مارشال نستعرض لك عزيزي المشاهد مراجعة تفصيلية لواحدة من أخطر وأحدث مركبات القتال التي يعتمد عليها بوتين بقوة في حربه على أوكرانيا. قبل أن نبدأ، لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. ما هي الأقحوان وكيف تقتل أهدافها بدقة؟ الأقحوان هي بالأساس مركبة مدرعة من طراز BMP-3 تحمل قاذفة ثمانية الفوهات لصواريخ خارزانتما، والذي يحمل الاسم العسكري 9M-123، وهو صاروخ تكييف مضاد للدروع معد للعمل في كافة الظروف القتالية والمناخية. يأتي هذا الصاروخ برأس حربي يستخدم الحشوة الترادفية بوزن 18 كيلوغرام. والحشوات الترادفية هي نظام انفجار مزدوج، بحيث ينفجر الرأس الأول في مقدمة الصاروخ لتدمير الدروع الخارجية للمركبة المستهدفة، وفتح قناة في الدرع لمرور الحشوة الثانية لداخل المركبة والانفجار داخلها. وتستطيع صواريخ الأقحوان اختراق حتى 35 سنتيمترا من الفولاذ الصلب، وهي سماكة أعلى من كافة دروع الدبابات المستخدمة في الوقت الحالي، في حين يصل مداها إلى مسافة 7000 متر. يبلغ وزن الصاروخ كاملاً نحو 54 كيلوغراماً، وطوله نحو مترين، وقطره 15 سنتيمتر، ويستخدم محركاً يعمل بالوقود الصلب يتيح له الانطلاق نحو هدفه بسرعة تصل إلى 420 متراً في الثانية الواحدة. كيف ترصد الأقحوان أهدافها؟ تستخدم صواريخ الأقحوان ثلاثة أنظمة توجيه مستوحاة من الأنظمة المستخدمة في صواريخ جوجو، وجميعها طبعاً بتقنية أطلق وانسى. النظام الأول، يتم توجيه صواريخ الأقحوان بشكل أساسي عبر الليزر النشط، حيث يقوم جهاز تسديد الليزر في منصة الإطلاق بالإغلاق على الهدف، ويقوم الباحث بتتبع الليزر حتى إصابة الهدف. وهذا النظام المخصص للتصويب المباشر يتميز بتحقيق إصابات بمنتهى الدقة. النظام الثاني، التوجيه الحراري بتتبع مصدر حرارة بدرجات معينة كالحرارة الصادرة عن محركات الدبابات والمدافع المحمولة والمركبات المدرعة والثقيلة بشتى أنواعها. وهذا النظام يستخدم في ضرب الأهداف المتخفية، فعادة ما تكون الدبابات داخل مرابض وحفر ترابية لا يمكن رؤيتها باستخدام الليزر. أما النظام الثالث، فتوجيه بالبحث الراداري، وهذا النظام يستخدم في إصدارات محدودة من الصواريخ والمركبات على حد سواء، حيث يقوم رادار نشط بمسح المنطقة في محيط المركبة بمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومتر، ويقوم بتوجيه الصاروخ تجاه الأهداف التي يتم رصدها وتتبعها. وهذا النظام ذو كفاءة عالية خصيصاً في الجغرافيا الصعبة والمناطق شديدة الوعورة. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. يبلغ طول مركبة BMP-3 نحو 7.2 متر، وعرضها 3.4 متر، بارتفاع 3.4 متر شاملة البرج والمنصة. ويبلغ وزنها الإجمالي 47 طناً، مما يجعلها واحدة من أثقل مركبات الدعم القتالي حول العالم. حملت تحسينات في المحرك الذي زود بشاحن توربيني مزدوج، وجاء بقدرة 1230 حصاناً مع ناقل حركة من 7 سرعات، يتيحان لها السير في المناطق الوعرة وعبور الأنهار بسرعة متوسطة تصل إلى نحو 60 كيلومترا في الساعة. وتحتوي كل مركبة على مخزن للصواريخ يتسع ل 24 صاروخا بالإضافة لثمانية في وضع الاستعداد، بينما يبلغ متوسط الزمن لإعادة تسخير المنصة نحو 12 دقيقة. ويتيح خزان الوقود الذي يتسع لنحو 1250 لتر من الديزل التنقل مسافة 600 كيلومتر من دون توقف. تحتاج المركبة لطاقم مؤلف من 3 أفراد هم قائد الوحدة والسائق والمسدد. المواصفات التقنية. تتميز مركبة BMP-3 الحاملة لمنصة صواريخ الأقحوان بأنظمة دفاعية متطورة، أحدها يطلق عليه اسم نظام أفغانت للحماية النشطة،
ويعني ذلك القدرة على اعتراض القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الموجهة، وذلك بإطلاق صواريخ باتجاهها وتدميرها قبل وصولها إلى الدبابة، إضافة لأنظمة حماية الطاقم من الهجمات البيولوجية والإشعاعية والفيضانات ونظام مكافحة الحرائق الذاتية. وتم تجهيز المركبة الروسية بنظام رؤية مركزي للقائد والسائق معاً، حيث تعمل 6 كاميرات فيديو محيطة بالمدرعة إضافة لنظام الرؤية بالأشعة الحمراء ثلاثي المراحل ونظام رسم خرائطي للمحيط. وتعمل جميع هذه المستقبلات البصرية بالتزامن وتقدم الصور إلى أجهزة العرض ونظارة السائق وتعطي رؤية بانورامية متصلة بزاوية تصل إلى 360 درجة وبمدى يتراوح من 5 كيلومترات وحتى 14 كيلومتر بحسب بيئة العمل. وتحتوي المركبة على أحدث أجهزة الاتصالات والقيادة والسيطرة الحديثة من الجيل الخامس الروسي ومنظومة الاتصال والتوجيه بالأقمار الصناعية، كما تم تجهيزها بأجهزة تحكم وقيادة نيران متطورة وتعتمد على حساسات بالمقدمة وجانبي المدرعة ومستشعرات على البرج كله ومنظومة التحذير من الليزر المعادي، بالإضافة لوحدة رصد واستشعار الأحوال الجوية في أعلى البرج. نقاط القوة والضعف. تعتبر الأنظمة التقنية الخاصة في البحث عن الأهداف وتوجيه النيران والتحكم بالمركبة أنظمة متقدمة وأحد أهم عوامل القوة فيها، إلى جانب قدرتها على التكيف في بيئات قتالية متغيرة، وخصيصا قوتها في خوض المعارك في الميادين الجبلية والمدنية على حد سواء. أيضا المركبة المستخدمة هي إحدى أفضل المدرعات بحسب التصنيفات العالمية ولا غبار عليها أبدا، وخدمت هذه المركبة منصة الأقحوان بشكل فائق إذ وفرت لها مخزن ذخائر يمكنه إبادة فيلق مدرعات بأكمله. من جانب آخر، يعتبر ارتفاع المركبة الذي يتجاوز 3 أمتار أحد نقاط ضعفها، ويضعها في مرمى نيران العدو لو دخلت الميادين المفتوحة أو ابتعدت عن التحصينات العسكرية. أساساً لا يمكن للمركبة الخوض في معارك مباشرة وضمن مناطق مفتوحة ومنبسطة كلياً، لكون مدى صواريخها لا يتجاوز 7 كيلومترات، أي إنها ستكون هدفاً سهل المنال للدبابات ومدافع العدو التي لا يقل مدى نيرانها عن 12 كيلومتر. ومن سلبيات هذه المركبة هي ثمنها الذي يبلغ نحو 8 ملايين دولار أمريكي، وهو ثمن التقنيات المستخدمة فيها، لا يترك أي رغبة لدى الزبائن التقليديين للسلاح الروسي. فمركبة بيك أب رباعية الدفع ومصفحة يمكنها تأدية مهام مماثلة لمهام قاذفة صواريخ الأقحوان. تاريخ الخدمة. دخلت صواريخ AGTM-9S-123 في الخدمة منذ العام 2005 كصواريخ مشابهة لصواريخ كورنت الشهيرة مع ميزات أفضل من حيث تقنيات التوجيه، لكنها لم تنتشر كثيرا لضخامة حجم قاعدة الإطلاق وصعوبة تشغيلها. ومع دخول مركبة BMP من الجيل الثالث في الخدمة عام 2011 تحت اسم تيرمانيتور، انطلق مشروع منصة قاذفة صواريخ محمولة لتتلائم مع تقنيات المركبة الحديثة، ودخلت الخدمة في العام 2015، وهو ذات العام الذي سمحت فيه وزارة الدفاع الروسية بالإنتاج للإصدار النهائي. تعمل المركبة في روسيا فقط، ويقدر عدد المركبات التي تمتلكها روسيا اليوم بنحو 300 مركبة، منها ما يقارب 100 مركبة شاركت إلى جانب القوات الروسية في الحرب على أوكرانيا. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقاذفة الأقحوان؟ وبرأيك كيف سيكون أداؤها لو امتلكتها جيوش الدول العربية؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.